معايا على التليفون الأستاذ أحمد كمال، محامي أحد المتضررين من جمعية مستثمري أكتوبر. أستاذ أحمد مساء الخير. أهلا، مساء النور، ازيك يا أستاذ عمرو؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أحمد، الجمعية بتقول إنه صاحب الشكوى مش عضو في الجمعية، إيه رد حضرتك؟ والله يا أستاذ عمرو، هو الأستاذ حاتم فعلا مش عضو بالجمعية، لكن ملحوظة إن معظم اللي اشتروا قطع الأراضي من أعضاء جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، القطاع العريض منهم أساسا مش أعضاء بجمعية 6 أكتوبر. ده واحد. اتنين، حضرتك الاستاذ حاتم زي معظم اللي اشتروا، هو الراجل عارف ان جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر عندها اراضي عرضها للبيع. الراجل تقدم واشترى زي الناس، تمام، وحصل على ايصالات من دكتور محمد المنوف رئيس مجلس اداره شركه الكترو ستار، تمام، وسدد كمان مبالغ في الجمعيه، وفي مبالغ اتسددت في مجموعه شركات الكترو ستار للدكتور محمد المنوف. يبقى الاستاذ حاتم زيه زي معظم القطاع العريض اللي اشترى، طب الاستاذ معظمهم حاتم، غير اعضاء جمعيه. يعني الاستاذ حاتم مش لوحده صاحب يعني هذه المشكله؟ لا لا لا، حضرتك في قطاع عريض معظم اللي اشتروا الاراضي المخصصه من اعضاء جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر معظمهم غير اعضاء جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر. طيب الدكتور المنوفي بيقول انه ساب الجمعيه. لا يا فندم، الدكتور منوف عضو مجلس اداره. مش ما سابش الجمعيه. وحضرتك اي مكان، احنا بنتكلم دلوقتي كشخصيه اعتباريه جمعيه مستثمرين 6 تمام اكتوبر تمام خصصت لاعضائها، تمام. والاستاذ محمد المنوفي كان عضو من ضمن تخصصات الاراضي، وقام الاستاذ محمد المنوفي رئيس مجلس اداره شركه الكترو ستار ببيع قطع الاراضي زي ما في اعضاء هم باعوا قطع الاراضي للناس، هو وقتها كان عضو مجلس اداره. تمام. واعتقد انه لذلك حتى تاريخه عضو مجلس اداره، حتى لو مش عضو مجلس اداره وقت ما تصرف كان عضو مجلس اداره. او يعني زي ما حضرتك اشرت ان المساله يعني انكم تتعاملوا مع شخص، مع جهه اعتباريه، شخصيه اعتباريه. بالظبط. والشخصيه الاعتباريه وزعت الاراضي على اعضائها، واعضائها قاموا ببيع الاراضي للمشترين. طب حكايه انه مساومه الاستاذ حاتم على الايصالات تمت ازاي او بتحصل ازاي؟ والله حضرتك، هو طبعا الاستاذ محمد المنوفي رئيس مجلس الاداره، تمام، بتاع شركه الكترو ستار، الارض لما اتباعت يا استاذ عمرو وقتها سعرها مش زي سعر النهارده. النهارده الارض حضرتك وصلت قيمتها الملايين. رئيس مجلس اداره شركه الكترو ستار طمع، تمام، لان الارض سعرها حاليا بملايين، وقت بيعها ما كانتش تساوي المبلغ ده. يبقى القصه قصه طمع من مجلس اداره شركه الكترو ستار. رئيس مجلس الاداره الراجل ارض قيمتها وقت البيع مش وقت، مش زي قيمتها الحاليه قيمه الارض تساوي ملايين. طب والاستاذ حاتم دفع كام قسط؟ والله حضرتك، هو موجود الايصالات، بس طبعا انا الايصالات موجوده مع الاستاذ حاتم، موجود صور منها معايا، بس انا حضرتك دلوقتي مش متذكر الايصال، بس هو وقت طيب دفع مثلا كام في الميه من قيمه لا الارض؟ لا، هو حضرتك يا عمرو بيه، الاستاذ حاتم الراجل دفع مقدم الحاجز الموجب ايصال، تمام، وبعد كده دفع كذا قسط من اللي عليه، ولما طالب بقى الاستاذ محمد المنوفي بتحريره للعقد بتاع البيع، الاستاذ محمد المنوفي احتج وقتها وتعلل للراجل وقال معلش في اوراق بنستخرجها لسه تراخيص، وبعد كده نحرر لحضراتكم العقد، ثم بعد كده فوجئنا بان الارض اتسحبت منهم، وبعد كده اقيمت دعوه قضائيه وتم استرداد الارض مره اخرى ليهم. خدت بال حضرتك؟ وبعد كده هو بدا يماطل في عدم تحريره للعقد، وكان في كذا قعده كان وديه لحل الموضوع، وطبعا في النهايه كانت الناس بتحكم لصالح الاستاذ حاتم، وهو الراجل برضه كان بيرفض الانصياع للحلول الوديه. لذي القصه زي ما قلت لحضرتك، هو طمع من رئيس طيب مجلس. مساحه القطعه دي قد ايه؟ مساحه القطعه حضرتك بالظبط حوالي يعني 600 متر. 600 متر. تمام. ده على ما اتذكر حضرتك، يعني انا الورق دلوقتي مش يعني ايه، بس هو من ضمن المشروع والاراضي اللي اتوزعت لاعضاء جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر. تمام، وهو اعتقد 600 تمام. متر يعني. تمام، طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد كمال.